مادة علم الاجتماع أو العلوم الحياتية هي مادة تدرس منذ 16 سنة، والمادة جزء منها نظري والجزء الآخر عملي. الجزء النظري عبارة عن مذكرات عن المجتمع ومشكلاته في الكويت والوطن العربي واقتراح حلول لهذه المشاكل. أما العملي وهو مساعدة المحتاجين والمناطق التي يصيبها الضرر بسبب حروب أو ظروف طبيعية. وأكبر عمل يقوم به الطلاب هو مساعدة جميع العاملين والعاملات في مدرسة البيان ثنائية اللغة بإقامة حفل سنوي لهم، يقوم فيه الطلاب بتكريم العاملين والعاملات معنويا وماديا، وهذه بعض صور الحفل.